السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللون اليوم 6 مارس 2016، صعدت مديفوليا كوحدي هنا في الجبل، الهواء نظيف، الجو مليح، بالكونور نلقى حاجة، نلقى كتاب مهم جدا بالنسبة لي أنا. هذا الكتاب يكون في قرطاس، يعني أوراق جلدية داخل القرطاس، عندهم على الأقل 300 سنة. كتبهم بالقاسم لسيدي سليمان. سيدي سليمان كان ولي صالح معروف، برهان تاعو ولا الشهرة تاعو مشات المنطقة اللي كنت سمعت عليها، ولكن وليده بالقاسم كان بعض الأحيان يحطب، يدير حطب ويهبط يبيع في المدينة لتحت. من بعد لقاو له الطريق جماعة من أكيد هذو اللي قتلوا بالقاسم والسيد سليمان في بير، هذوك من قوم جاو من هكذا، وربي إن شاء الله لقى الكتاب هذا. كتاب فيه قرطاس ربنا هنا، أنا هو المكان اللي شكيت فيه. هذا هو المكان اللي شكيت فيه، يعني هاو الصخر باين، هذا يعني واحد حطه هكذا. هذا أنا تخيل نحفر هنا نلقى كتاب في قرطاس، بربي إن شاء الله ما نطولش. القصة اللي شكيت فيها وطلعت على جال هذا، يعني اليوم بالذات قلت منها تحويسة ومنها سيب بلاصة هذيك نحوس. هذاك هو الزبور، وأتينا داود زبورة طرزت على عزازكا، قال لهم كل واحد قادر يجيك بالزبور تاعو. وكان مقولة معروفة عند العرب يقولوا على من تقرأ زبورك يا داود، الزبور هو ذلك الكتاب اللي هو أم الكتاب، هو الكتاب اللي مخبيه رب العالمين، تلقى فيه التوراة والإنجيل والقرآن كامل يوافقوه، وهذا هو الكتاب راح يكون وسيلة. هذا كي تقراه الله أعلم ما سيحدث، رقية عالمية، ماشي غير بقعة تاع قوم الرس ولا قوم ثمود ولا كيفاه، تنطبق عليهم قصة قوم ثمود. ديما قصة موسى تبعها قصة سيدنا آدم حواء، وقصة ثمود تبيع هنا. اللهم بارك، إلا ما كانش الله أعلم وين تكون، هي ثابت كاينة. ولكن أنا راني مازال 39 سنة، راح تلحق 40 سنة.
ضيعت من حياتي قداه من 27 سنة 13 سنة وأنا ثابت رغم الظروف سواء في لندن ولا هنا. راح نكمل هذه منا نكملها اللي هنا هذا كما كان شو نهبط روح ونخلي حتى انا الحق رمضان والله اعلم يا الله اعلم. المهم احنا رانا نحاولوا خلاص أبه ما يقول حتى واحد بلي جات صدفة هكا عام السنة هو 13 يعني من 27 سنة في عمري في أعز أيام الشباب 27 سنة قطعت علاقة علاقة تاعي علاقة النفس تاعي بالدنيا وعندي حلم نسميه بالحلم الكريم أحلام كريمة يجي واحد بلاصة كيما هذه ويطمع يلقى قرطاس فيه كتاب مذكور في القرآن ولا في سورة القصص في أواخر سورة القصص كنت أترجو أن يلقى إليك الكتاب إلى رحمة من ربك هذا كامل سواء مسلمين سواء عرب سواء مسيحيين أو يهود أو الأعراف الأحرار ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد مبين.